اصلا احنا خطنا بتاع البيت خط محدود، الاجره فيه 50 قرش، الصفيحه كنا نجيبها ب 22 جنيه، كانت توكلنا عيش، اصبح ذوك الصفيحه بقت ب 36 جنيه. احنا من الصبح قاعدين اهي زي ما انت شايف، بص الثور العربيات دي، شايف العربيات زي انت ما شايفها، ما لقيناش حد نركبه اساسا. العربيات دي كلها عليها اكسار وكلها عليها فلوس، وكل عربيه فاتحه بيت واثنين وثلاثه، يعني احنا صايمين مقيلين في الموقف. ايام ما كانت 50 والمواطنين يعني قابلين الموضوع؟ ما قابلينش، ما هو احنا مشاكل مع المواطنين، المواطنين دول اكيد ما رضيش يجي يركب، مسيبيننا، قالوا احنا مش هنركب. المعذور باجي يركب وياخذ بعضه مش بيركب ثاني، احنا كنا شغالين يعني، كان اي زبون يجي زي كذا العربيه 14 واحد 4 في نص 14 في نص ب 7 جنيه، يدفع 7 جنيه ويقول لك وصلني لغايه البيت. اصبح ذوك انت دام انت حتقول له هات انا عاوز 14 جنيه. هجيب 14 جنيه من فين عشان يركب؟ وهو حيصرف كام وحياخذ خضار بكام العيال وحياخذ فاكهه بكام؟ يعني احنا ما كناش عاوزين الوضع يبقى بالطريقه دي. طب وجه رسالة.